ازدانت شوارع مملكة البحرين ومبانيها بأعلام دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة احتفاء بيومها الوطني 51، ويعكس هذا الاحتفاء عمق العلاقات بين البلدين على مستوى القيادتين والشعبين الشقيقين، حيث توشحت المباني بألوان العلم الإماراتي وعبارات الأخوة والترابط بين البلدين والشعبين الشقيقين، ويأتي ذلك انعكاسا لتميز العلاقة الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.